رغم الاوضاع الاقتصاديه والازمه البشعه قادرين نسهر قادرين نعيش الحمد لله. يمكن متاكلين احوالات من برا صحيح، بس بدنا ننبسط وما حدا بيوقفنا انه ما ننبسط. خلصت 2021 وان شاء الله السنه الجايه تكون خير على الكل وعلى لبنان اهم شيء. سعيدة جدا بمناسبة هذه الاحتفالات الرائعة اللي قبل ممكن كنا نحتاج نسافر ونروح بلدان أخرى عشان بس نحتفل بهذه المناسبة.